السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربي للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد المنزل اللي كيتباع في مدينة بركان. المساحة ديالو لتحت 83 متر مربع والفوق 95 متر مربع. منزل رائع، فينيسيون ممتازة بزاف، فيه 4 ديال البيوت، صالون، جوج الحمامات، جوج ديال السيجور ومطبخ، بالإضافة للكراج. هنايا لتحت بطبيعة الحال هو كنشوفو هنايا الصالون، عندو الشرجم على لافاصاد. لتحت كاين مطبخ وصالون وسيجور وحمام. مطبخ كويزين أميريكان محلول على السيجور، واللي يقدر بنادم يدير فيه صالا مونجي. فينيسيون ممتازة بزاف، جاي قريب على جميع المرافق، سواء المساجد او المدارس او حتى المتاجر، وكذلك وسائل ديال النقل. لا كوزين ايكيبي بطبيعه الحال، وكاين الحمام غادي نشوفوه دابا شويه. الفوق كاين 3 ديال البيوت، وكاين سيجور وكاين حمام وكاين واحد البيت الفوق في السطح. فإذا كنتم مهتمين بهذا العرض هذا، ما عليكم الا تتصلوا بالرقم اللي كاين في اسفل الشاشه ديال الفيديو، او لا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع، اقامه ايمن في الريتشوسي مدينه الناظور. حتى نتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتوا تبيعوه او لا تكريوه، ما عليكم الا تتصلوا بنفس الرقم او لا تزورونا لاجونس ديالنا اللي ذكرنا الموقع ديالها دابا عاد شويه. طبعا الحال كتشوفوا لا فينيسيون اللي كاينه في الدار هذه، والديكوراسيون شي حاجه مزيانه بزاف، دو لوكس. دابا غادي نشوفوا البيوت، حيت الفوق كاين البيوت والحمام. هذا البيت الاول كبير ما شاء الله، النوعيه ديال الصباغه ممتازه. البيت الثاني هذا هو فيه بالكون على لافاصاد، هذا هو البالكون. الدار مشمشه ومهويه، واحد لافينيسيون ممتازه جدا. حاولوا تركزوا شويه معنا على لافينيسيون، حتى الموقع هادئ جدا، واحد الموقع تري كالم. هذا البيت الثالث، حتى هو عنده شرجم على لافاصاد، مشمش كما كيبان لكم هنا في الفيديو. ودابا غادي نشوفوا الحمام اللي كاين الفوق. ما تنساوش اننا ايضا كنديروا تقييم للعقار، يعني الواحد الا بغى يبيع شي عقار ديالو وبغى يعرف شحال يمكن يجيب له الثمن ديال البيع، فاحنا كنديرو تقييم بشهادة بروفيسيونيل فيها الكاشي ديال الوكالة ديالنا ديال لاجونس ديالنا. دابا غادي نطلعو نشوفو البيت اللي كاين الفوق والسطح. بطبيعة الحال الدروج طالعين بالرخام، بطبيعة الحال الناس ديال بركان الا كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه او لا تكريوه، ما عليكم الا تتصلو بنفس الرقم ان شاء الله، ونحاولو نتكلفو لكم بالبيع ديال العقار ديالكم. بالنسبة للثمن ديال هذا المنزل هذا هو 115 مليون سنتيم قابلة للتفاوض. فكنشكركم بزاف على المشاهدة ديالكم، ونتمنوا ان شاء الله نتلاقاكم في فيديو جديد ونلقاكم على احسن حال، وشكرا لكم بزاف، نخليكم تكملوا الفيديو حتى الاخر.